بعض الأحاديث تفضل العلم يشبع كثير من الدعاء في تلك الجنة يسبحون ويحمدون ويسجدون ثم حيث أخر ما اجتمع خوف وتقيق في موت الله على كل ذلك آخر الأحاديث يستجيب لك أن تحرك على شرعية تلك الجنة. تهديد الاستماع بعمومات النصوص التي لم يجري عليها العمل. لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجري العمل عليها اي على عموم الوضع في الشارع. لان النص العام الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام هو اعلى بدلالته ممن ياتي من بعده. فأما يستدل البعض بعموم ما ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجري. فإن جرى فيكون عمل سنة وإن لم يجري فيكون عمل بدعة ولا يفيد الاستدلال بمثل هذا العموم. والنمط على هذا مثلا واضحا ربنا عز وجل يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه نصوص عامة في وصف المسلمين بأنهم طبيعتهم أنهم يذكرون الله كثيرا. استدلالا بهذه العمومات يأتي رجل مبتدع فيؤذن بصلاة الليلين يقال له هذه بدعة. قال له اتقوا الله فلا الترضى ووقدوا فأتوا تذكرون على إمامات. هل أنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشركت موحد أو أوحد إلى آخر الكلام. فسنقول له هذا التوحيد وهذا الذكر الذي أنت بصدده بمناسبة صلاة الليل هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول جوابي لا ما فعل. طيب لماذا لم يفعله؟ استهتارا وعدم اهتمام بذكر الله عز وجل. قال طبعا لا. إذا لما لم يؤذن مشروع صلاة الليلين؟ لو كان الأذان مشروعا فلابد من ان يقول هذا المبتدع احد شيئين ما اذن الرسول لانه معه مشروع والا هو مشروع ومثل القرون ومثل الصحابه والتابعون الى اخره حتى ياتي هذا المبتدع ويستدل بنصوص عامه على هذا الذكر الخاص ووضعه في مكان خاص لم يضعه الرسول عليه الصلاه والسلام فيه. هذا التشريع من عنده لكن يستند الى عمومات لم يجد عمل عليها. شيخ انا بصراحه ما حركت نحن نستدلون الحاكم.